تتساقط الأوراق في الخريف وتتساقط الزهور في الربيع. وقت مناسب جدا لزيارة هذه الحدائق في هذين الموسمين، الربيع والخريف. عدة أصناف من الكرز تزرع في هذه الحديقة وتزهر طوال الموسم. إذا هناك أشجار مثل هذه أشجار الكرز وغيرها من أشجار البرونس تزرع لغرض الزينة وليس للإثمار. طبعا هذه أشجار فاكهة كذلك لأنه كلها تنتمي للعائلة الوردية والتي فيها التفاح والكمثرى وعدد كبير البرقوق والمشمش وخلافه، ولكن هذه النوعية بالذات تزرع لغرض الزينة في هذه الحدائق. أومو أوكو يومياكو، صنف من أصناف الكرز كذلك. طبعا هذه المناطق الباردة معروفة، الأوروبية الشمالية خصوصا معروفة بأشجار صنوبر باينز. وأشجار الصنوبر هي أقدم من الأشجار المزهرة، ولذلك يعني من الجيد التعرف عليها عن قرب. سويت بي ذكرني بشجرة البوت. طبعا كان استخدام أوراقه للطبخ. شجرة التوت والملبري برصاد لا زالت لم تورق ولم تثمر. هذا برصاد الأبيض الصيني. هنا على اليمين أزهار الكاماس، وعلى اليسار النرجس. وهذه الشجرة زرعت
لتخليد ذكرى بولين دونالدسون، وكانت إدارية في قسم علوم البستنة في الجامعة. تلاحظ أن الأشجار تزرع لتخليد ذكرى عزيز أو شخصية ساهمت في الجامعة بغض النظر عن منصبهم أو أعمارهم. جيد عمل سياج من الأشجار المقلمة ميتة مريضة وحماية بعض المناطق التي تبقى خارج حدود الزوار. ولا زال الإنتاج مستمر والزراعة مستمرة في هذه الحديقة. هذه أشجار جديدة زرعت حديثا كما ترون، محمية بهذا السياج. بعض هذه الأشجار تستخدم في الأبحاث العلمية في هذه الحديقة. شجرة سيكامور إيفيز. نوعين من الأشجار مختلفان، الأول على اليمين يزرع لأوراقه واليسار لأزهاره. التقليم وتشكيل الأشجار جزء مهم من أي حديقة. هنا نرى هذا التصميم الهندسي البسيط في هذه الحديقة بشكل عام طبيعية، ولكن هذا جانب التصميم الهندسي المتناظر كما تشاهدون. التصميم الهندسي يتميز بخطوطه الطويلة، كما يتميز بوجود فوكال بوينت أو نقطة ارتكاز. ونقطة الارتكاز ليس بالضرورة أن تكون نبات، تكون أثاث مثل كرسي، ولكن تتميز بأنها متناظرة مثل ما ملاحظين، مقارنة بالطبيعية التي لا تكون بتصميم هندسي معين، أي لا تكون متناظرة أو ذات خطوط مستقيمة أو دوائر، تكون طبيعية. مرات طبيعية توزيع الأشجار يكون طبيعي، هنا لا يوجد شيء طبيعي. هذه الجهة المقابلة وهذه نقطة الارتكاز. هناك كان كرسي، هنا نموذج معين، ولكن كما تلاحظون هذه دائرة. هذا المدخل من الجهة الأخرى، تلاحظون على اليمين وعلى اليسار نباتات متناظرة، هذه دائرة، فجميعها تكون خطوط مستقيمة أو هندسية. هذه نقطة الارتكاز في هذا الجانب. هذا نوع من أنواع التوليب. التوليب يأتي بأنواع وأشكال كثيرة جدا، هذا أحد أنواعه أو ربما أكثر من نوع. هذه معدات صيانة الحديقة. وهنا المشاتل، مشاتل الحديقة.
Thank you.